السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم حاجة مهمة جدا جدا. ليه الفونكس مهم كبداية للتأسيس، كبداية لمنهج جديد؟ أنا ابني عايز أخليه يقرأ إنجلش، ياخد ماث، ياخد ساينس، أو يتكلم إنجلش عامة. ليه كورس الفونكس مهم جدا جدا؟ ليه هو الخطوة الأولى في التأسيس؟ ليه بننصح بيه دايما، سواء معايا مع غيري مع أي حد؟ ليه هي الخطوة الأولى في أي لغة؟ ليه الخطوة الأولى في الإنجليش؟ عشان الخطوة الأولى في أي لغة في الدنيا كلها، تمام، بنعلم الطفل قراءة وكتابة ويتملى، صح؟ اللغة العربية عندنا بنعمل كده، صح ولا مش صح؟ بنعلم الطفل الفتحة والضمة والكسرة والمدود والشدة والتنوين والكسرة، تمام؟ هل أنت عمرك في حياتك جبت طفل وقلت تعالى مديلك ضمائر الغائب هو وهي؟ تعالى مديلك أسماء الإشارة هذا وهذه فأول حاجة في حياتك؟ لا. كون جملة يا حبيبي، الفعل كذا، اما فعل ماضي او مضارع او امر، الاسم دل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفه، حرف الجر اللي ليس له معنى الا مع غيره، عنده حروف عطف، حروف جر، حروف قصر. بنعمل ده مع الطفل؟ لا. الاول كل همي وشغلي ان انا اعلم الطفل قراءه وكتابه. هي الانجليش نفس الحكايه، اي لغه في الدنيا كلها لازم نعلم الطفل قراءه وكتابه. بعد كده اقول له تعالى اديك جرامر، كون جمله، اعمل سؤال، ازاي اسال، ازاي الوقت، ازاي تعمل تسال العاقل غير العاقل، ازاي تسال المكان بوير، الحاله بهاو، على العمر بهاو اولد، تمام، هاو ار يو، كيف حالك، ازاي اقول انا جعان، ازاي انا عطشان، ازاي اعرف اتكلم. بس هو ده الصح، تمام. هوريك حالي دلوقتي حالا، اعمل بس شير سكرين. وليكن انا ابني ما ياخدش فونكس، تمام، عشان انا بقنع الناس بس اللي شغاله من غير فونكس. بيقول لي يعني دي سبوبه لا لا طبعا. طيب والله هي نصيحه لوجه الله، عايز تبدا مع ابنك صح ايا كان سنه، حتى لو في جريد 4 دلوقتي وفي المدرسه او في عنده هياخد منهج وما بيعرفش يقرا كويس، تمام، فلازم ياخد فونكس، لازم لازم يتعلم قراءه وكتابه. ليه؟ انا عندي 5 حروف هو بيتمحور عليهم كورس الفونكس. عارفين عاملين زي ايه في العربي عندنا؟ عاملين زي الفتحه والضمه والكسره. الفتحه وضمه وكسره هم دول 3 حروف الاساسيه، 3 حركات الاساسيه. فتحه مد بالالف، تمام، كسره وراها مد بالياء، ضمه وراها مد بالواو، فتحتين تنوين، ضمتين تنوين بالضم، كسرتين تمام بالكسر، وهكذا، تمام. انا ابني شايف الحروف المعلم عليها الراجل كده، الاي والاي والاو واليو والاي، هم دول محور اللغه الانجليزيه او القراءه او الصوتيات او الفونكس، تمام. لازم يبقى عارف ان الاي صوته ا عشان يقول كا وكملت كات، لازم يبقى عارف ان الاي صوتها ايه عشان يقول بي بين، لازم يكون عارف ان اليو صوتها اه اه يبقى ران، والار طبعا رن، لازم يكون عارف ان الاي مفتوحه شويه لاج، اللي فوق بين مكسوره ولتحت لاج، لازم يبقى عارف ان الاو صوتها اه في الامريكان اكسنت دوت مش دوت، تمام. طيب انا لو ابني مش واخد ده هيقرا ده ازاي؟ هيجتهد؟ هيقول لك هيقول ايه؟ مش هيعرف، ده لسه في البدايه، تمام. نمشي شويه، وليكن قابلت له كلمه زي دي اللي هي الاي جي اتش دي. لو هو مش واخد وعارف ان الاي جي اتش بتعمل لونج اي، فهقول نايت والجي اتش سايلنت. لو هو مش دارس ده هيعرف يقرا الكلمات ازاي والقصه اللي في كتابه واللي في المنهج الجديد اللي مليان قصص، وده اكتر شكوى اولياء الامور، لانه ابنه مش عارف يقرا بتلعثم، فبالتالي المنهج صعب والمنهج تقيل والمنهج وربنا ما عرفش يعمل ايه في مين. لا، لازم يكون عارف ان الاي جي اتش لونج اي نايت والجي اتش هنا سايلنت، هيبقى مرتاح وبيذاكر. طيب الاو او هنا ها اسمها ايه؟ بوت بوت. طب ليه مش قلنا بو بو بوك؟ يبقى لازم يكون دارس، عارف امتى ينتهى او امتى ينتهى او. طب الاو ايه هنا؟ ها احنا فوق قلنا ايه؟ قلنا الاو اهي قدامك كلمه دوت، هنا قلنا ايه؟ قلنا الاو صوتها او او صح دوت، صح ولا مش صح؟ صح. طيب والاي صوتها ا كات، فطبيعي في الكلمه دي اللي هي اللي تحت دي اللي فيها دي، مش عارف اظلها ولا لا، ايون دي اللي عليها السهم دي، المفروض اقول له الاي صوتها او والاي صوته ا مع بعض يبقوا او ا كوات. لا مفيش حاجه اسمها كده، لا هقول له بقى ان الاو اي دي بتعمل لونج او كوت كوت كوت، تمام. يبقى لازم يدرس الحاجات دي، لازم. ها مثلا جينا هنا هو عارف ان الاي صوته ا والواي صوته يا، لكن لما يجوا مع بعض بنطقهم اي لونج اي، كلاي سي تيداي بلاي، وهكذا وهكذا. طيب هو عارف ان السي صوتها ك والاتش صوتها ها، الاثنين مع بعض اقول كهات، لا اسمها تشا، ده حرف مركب، تشا تشا تشات تشات، هو عامل تحته سي بلس اتش ميك ذا ساوند تشا تشات، والاس اتش ميك ذا ساوند ش، اقول له ان مفيش عندنا في العربي في الانجليش صوت الشين ولا تشا
فبنقول فيش شات وهكذا. هو ده الصح وهو ده اللي المفروض نبدا بيه الانجليش يا جماعه او القراءه. اوريكم كمان شويه حالات عشان الناس اقنع الناس ازاي ابني يخش منهج وياخد منهج ويحفظ كلمات من غير ما يكون عنده الاساسيات دي. ازاي راح اروح امال لي واحد لغه عربيه اكتب باب شباك محمد احمد من غير ما يكون واخد الحركات؟ ها بان جيت تين دول كوب. تمام، برضو لازم يكون عارف ده كله. بوت بين هن ماب كات هات بيج باس تن فلاج. ليه بيعرف يقرا؟ عشان واخد ده كله. تمام، طيب ها الاي اي مع بعض تعمل لونج اي اي، يبقى زي كلمه ماي ميل. تمام، لازم يكون دارس. هو حتى عاملها بالازرق ان الاي اي دي حاله بتعمل لونج اي اي. احنا عندنا صوتين لونج اي، ا و اي ميل. ها اي اي تري، والاي كونسونانت اي بيعمل برضه لونج اي. سي سيم، لازم ده كله يكون واخده، امال هيقرا ازاي؟ ها دي ميد ويت ستاي افريد سيف واي. لازم يكون واخد ده كله يا جماعه، ولازم يكون عارف يقرا ويكتب. ها مثلا هقول له الاو صوتها ايه؟ اه، والاي صوتها ايه؟ مع بعض اقول او ايه بو انت. مفيش حاجه اسمها كده، الاو مع الاي بتعمل اوي بوينت بوينت. فبالتالي الطفل يعرف يقرا، يكون حب الانجليش ما تعقدش منه. واقول له كمان نفس الصوت بيجي من الاو واي بوي بوينت بوي، هنا اوي وهنا اوي. تمام، لازم الطفل يدرس ده كله، وده كله موجود في كورسات الفونكس يا جماعه. هقول تاني معي او مع غيري، معي او مع غيري. ها الاي اي بتعمل لونج اي زي 3، والاي اي بتعمل لونج اي زي ريد، والاي اي بتعمل لونج اي زي ثيف، والاي ساكن اي بتعمل اي زي كومبليت، والفاينل اي بتعمل اي زي كلمه فاني. ده كله لازم الطفل يكون دارسه. ما تقنعنيش ان الطفل هيعرف يقرا بدون ما ياخد كورس فونكس، نصيحه لوجه الله عشان قدام ما تقولش المناهج مكلكعه، المناهج صعبه. المستر بيجي يفتح الكتاب يدي ابني الكلمات وافضل طول النهار اضرب فيه ويضرب فيا، اضرب فيه ويضرب فيا، ابني بنحفظ الكلمتين بالعافيه. المستر يمشي من هنا يسمعهم يديله 10 من 10، اول ما يلف ظهره اقول له يا حبيبي قول كلمه، يقول لي لا مش عارف مش فاكر، انه حافظ. مش عايز اسمها احفظ. هل احنا في اللغه العربيه بنقول للطفل احفظ كلمه شباك شين باء الف كاف، احفظ كلمه محمد ميم ح ميم دال؟ لا، بينطقها او يكتبها عن طريق الصوت. هو ده اللي بيحصل في اللغه الانجليزيه، وهو ده علم الفونكس. تمام، ف ربنا يصلح حالكم، اشتغلوا فونكس مع اولادكم. لازم ياخد كورس فونكس سواء هو كي جي 1 كي جي 2، سيبك من منهج المدرسه اطلاقا، لازم ياخد كورس فونكس، ولازم يبدا بيه من بدري. تمام، وهي مرحله ما بعد الحروف، يكون عارف الحروف الاول بعد كده ياخد كورس الفونكس، عشان مهم جدا 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 لبعد كده. يدخل اولى يكون بيعرف يقرا، ثانيه بيعرف يقرا، ثالثه عمرك ما هتشتكي من منهج ابدا، ولا هتقول المنهج صعب ولا مكلكع ولا 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 ولا. صدقوني الناس اللي اخذ كورس الفونكس قبل كده معي او مع غيري، تمام، بيدعوا لي دلوقتي بيقولوا الحمد لله ان احنا حطينا نفسنا على الطريق الصحيح، والانجليزي هي اسهل ماده بالنسبه لنا. يا رب اكون قدرت افيدكم، ودايما احب احط الناس على الطريق الصحيح. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.